مباشرة إلى رام الله، حيث ينضم إلي من هناك السيد عبد الفتاح دولة المتحدث باسم حركة فتح. سيد عبد الفتاح، أهلا بك في هذه الساعة للقاهرة الإخبارية. زيارة بلينكن إلى المنطقة هي الزيارة السابعة له منذ 7 أكتوبر إلى منطقة الشرق الأوسط، وعندما يصل إلى تل أبيب ستكون هي الزيارة الثامنة. ما الذي ينتظره الفلسطينيون من هذه الزيارة؟ لك التحية بداية أستاذ همام للمشاهدين الكرام. نعم، كما تفضلت، الزيارة السابعة وستصبح الثامنة، بينما العدوان والمذبحة وحرب الإبادة تتواصل على شعبنا في قطاع غزة منذ 7 أشهر، ولم يفلح أحد في وقفها. والإدارة الأمريكية هي أكثر من يستطيع أن يوقف هذه الحرب إن أراد ذلك، لكنهم قاموا بعكس من ذلك. هم دعموا هذا العدوان وظلوا يدعموه بكل أشكال الدعم، بالسلاح، بالمال، بالغطاء القانوني، بالفيتو الذي تصدى لكل القرارات التي نادت بالوقف الفوري لإطلاق النار في قطاع غزة وإغاثة شعبنا الذي يتعرض لأبشع مذبحة إنسانية في تاريخ الإنسانية المعاصر. وبالتالي فلسطينيا لا نعود كثيرا، لأننا جربنا الولايات المتحدة الأمريكية، كل مواقفها كانت تخالف مواقفها على الأرض، كانت تخالف مواقفها الكلامية. كل ما كانت تتحدث به عن أنها تسعى جاهدة لوقف العدوان، لهدنة إنسانية، للاعتراف بالدولة الفلسطينية، كل ذلك على الأرض لم يحدث. الشيء الوحيد والحقيقة الوحيدة التي تحدث على الأرض هي تواصل العدوان على شعبنا، ونحن أمام تهديد بالهجوم على رفح. وحتى الهجوم على رفح كانت أمريكا قد وافقت على ذلك، لكن ببعض المحاذير التي تجنب المدنيين مخاطر هكذا هجوم، كأن هناك من مكان آمن يمكن أن يلجأ إليه الفلسطينيين في قطاع غزة. ولذلك لا نعول كثيرا على هذه الزيارة، لنا في الأفعال والعبرة في الخواتيم. إن خرج عن هذه الزيارة قرارا وضغطا حقيقيا على نتنياهو ومجلس حربه بوقف العدوان عن شعبنا الفلسطيني وبتمكين المساعدات بالدخول إلى قطاع غزة دون قيد أو شرط، والدفع باتجاه موافقة الاحتلال على الخطة المصرية وهدنة إنسانية قريبة ووقف لهذا العدوان، فسيكون لها نتائج إيجابية. لكن نعم، دون ذلك نحن لا نعول كثيرا على الموقف الأمريكي. البعض يقرأ في التموضع الإسرائيلي الحالي بالقرب من مدينة رفح وعلى حدود مدينة رفح الفلسطينية من أنه جاء نتيجة ضغط أمريكي، بالإضافة إلى عدة دول من بينها مصر وربما بعض الأطراف الراعية والتي ترعى هذه الاتفاقات أو هذه المفاوضات على الأقل حتى اللحظة بين الإسرائيليين والحركات، حركة حماس تحديدا. هل يمكن أن نقرأ أن الولايات المتحدة لها محددات، وهي أعلنت كذلك أن لها محددات فيما يتعلق بكيفية وطريقة والقوة التي يمكن لإسرائيل أن تستخدمها في اجتياح مدينة رفح، وما إذا كانت هي عملية شاملة أم عملية مركزة؟ هل يمكن أو في أي إطار يمكن قراءة الموقف الأمريكي والمحددات الأمريكية في مسألة رفح؟ نعم أستاذ همام، ولربما هذه المحددات والموقف المصري الثابت والذي يعمل بكل جد وفي كل اتجاه بعدم شن هجوم على رفح هو من أعاق عملية الهجوم، على اعتبار أن الهجوم على رفح جزء من مخطط عسكري كان قد بدأ في شمال قطاع غزة لينتهي في رفح، ونتنياهو كان ماض في ذلك. لكن كان واضحا في الفترة الأخيرة أن الإدارة الأمريكية عليها أن تعيد النظر في دعمها للهجوم على رفح، لأن نتائجه ستكون كارثية. صورة الولايات المتحدة الأمريكية تتضرر كثيرا. اليوم هناك انتفاضة طلاب في قلب جامعات الولايات المتحدة الأمريكية، يتهدد وجود الحزب الديمقراطي في البيت الأبيض قبيل الانتخابات. ولذلك أمريكا مقبلة والحزب الديمقراطي تحديدا مقبل على مرحلة صعبة لربما يخسر فيها هذه الانتخابات، يخسر دوره ومكانته الإنسانية في العالم عندما لم يتدخل لوقف هذا العدوان، عندما كانت مواقف الولايات المتحدة الأمريكية سلبية فيما يتعلق بإدخال المساعدات، عندما صوت بالفيتو ضد طلب فلسطين بالاعتراف الكامل بعضويتها في الأمم المتحدة. ولذلك هم يريدون إعادة ترتيب المشهد لعلهم يتداركون ذلك قبيل الانتخابات. ولذلك يعني الإدارة الأمريكية وبلينكين يأتي إلى المنطقة اليوم علّه يستطيع أن يعدل من خطر وجودهم في البيت الأبيض كما قلت. لكن نحن يعنينا فلسطينيا
الموقف العربي الموحد، الموقف المصري كله منسجم مع الموقف الفلسطيني، والكل يعمل بجد على وقف العدوان، على الوصول إلى هدنة، والأهم يعني إدخال المساعدات بشكل غير محدود إلى قطاع غزة، والحديث الجدي عن إعادة إعمار القطاع بعد أن دمر ما يزيد عن 75% منه على مدار الأشهر السبعة الماضية. إن كان لأمريكا موقفا حقيقيا في ذلك فستكون لهذه الزيارة لها قيمة، لكن دون ذلك نحن فلسطينيا لا نكترث لها أبدا. أستعير هنا كلمة رئيس الوزراء المصري في الرياض منذ أسبوعات قليلة عندما قال أن إعادة إعمار قطاع غزة سيحتاج إلى عقود قادمة. على حال شكرا جزيلا السيد عبد الفتاح دولة المتحدث باسم حركة فتح، كنت معي من رام الله، شكرا جزيلا لك.